مساكم الله بالخير والعافية. تقيكم اليوم بأكلة قديمة جديدة. اليوم راح نسوي شنو؟ راح نسوي التبسي. تبسي شنو؟ تبسي البيذنجان، لكن راح نضيف وياه اختياري. تريدون لحم، تريدون دجاج، تريدون أي شيء ضيفوا وياه أنتو، خلوه بدون شيء، هم اعتيادي وسهل كلش إنه تسووه. لكن احنا وصلتنا هواية من الطلبات على الكيك بدون بيض وغيره وغيره، راح نبدي ندرج بيها الايام. لكن الباحة الاخت ما اتذكر اسمها، يمكن الاخت بان اللي طلبت من عندنا التبولة، اليوم راح نسويها بشكل سلس وسهل. قبلها تعرفون ان التبولة اصولها اشورية، من فعل تا بالام، هذا الحروف الثلاثة تعني باللغة الاشورية او ترجمتها اللي هي خلط الخضار وتتبيلها. بعد الفتوحات الآشورية من طلعوا بدأوا يفوتون من زمان، نحن أبطال العراقيين، قاموا يطلعون دول من ناحية البحر المتوسط على لبنان، فتحوا هاي الدول وبدأوا نقلوا هالموضوع منا لهنا. كانت تقدم لكبار الشخصيات في ذلك العهد، بعدها أخذوها اللبنانيين وبدأوا يشتروها، سمت باسمهم، أضافوا لها البرغل، ما معروف الوقت إيش وقت، لكن لكثرة زراعة الحنطة ذاك المكان بسهل البقاع بدأوا يضيفوها وياها واصبحت باسم، لكن اصولها مالتنا واشوريه ومن الموصل بالتحديد. اوكي، خلينا ناخذ مقادير التبسي ونرجع نشتغل عليها. باذنجان 3 حبة راح يكون عندي، والبطاطا 2 والطماطه 2، فلفل اخضر 1 والبصل 1، معجون 3 ملاعق طعام، السكر 1 معلقة طعام، تريدون ازيد خلوا ازيد، الملح والفلفل الاسود راح يكون عندي رشة. اوكي، قبل كل شيء نعقم الايد، دائما نعقم ايدينا قبل ما نشتغل بكل شيء، ونسمي بسم الله بس جفوفنا. التبسي عموما اكو هواية يسووه شغل بالفرن، ما احبه بالفرن انا. يعني شغلي كشغل بغدادي قديم، والباحة قلت دائما نشتغله مو بالفرن. بالفرن ما احس انه الخضروات تاخذ يعني وقتها المناسب انه تبدي يعني تتجانس الاطعمة. قلنا العبارة الطبخ عبارة عن خلط مواد بمعادلات ثابتة احنا نحبها او غيرنا يحبها بالبيت ونسويها على اساسه. خلي احنا شو نسوي اول شيء؟ اول شيء راح نبدي نسوي الصوص. نبدي بالصوص اول شيء. اوكي. هنا ايش عندنا، ايش راح نشتغل؟ اول شيء راح نشتغل الصوص. الصوص اللي راح نشتغله او الصلصه اللي هي تنزل ويامن وهي التبسي دائما. بيها المعجون. بيها الفلفل الاسود. بيها الملح. بيها الشكر. وبيها المي. هنا دائما نشتغلها يعني نخليها تفور، يطلع منها يعني نقول الشخره اللي موجوده بالمعجون. هذه المواضيع دائما نخلي شويه يفور المعجون ونطلع منه هالماده اللي موجوده بعد ما نضيف المي. اكيد خلي اجيب هنا اقرب لكم على مود اشوفها بشكل واضح. اوكي، اوكي اوكي خلي نذكر بمقاديرها مره ثانيه ونرجع. اوكي، التبسي ونرجع نشتغل عليها بشكل صحيح. هاي المقادير عندي بالجو، خليني بس خلي الزيت اول شيء
ولو انا بدي نكثر زيت بس ما راح اكثر زيت، لان عندنا الباذنجان والبصل والبوتيتا بيهم زيت كفايه. هنا راح نبدي اول شيء نبدي نسهي المعجون اللي عندنا. ضروري جدا دائما انه احنا نسهي دائما المعجون. الشكل هذا هاي الثلاث ملاعق اللي عندنا هنا عندنا. نبدي نذب كذلك الرز على النار، هم نبدي نسويه على مود يكمل عندنا بنفس الوقت ويا من ويا التبسي. هذا الزيت هنا موجود مع الرز. نبدي نقليه بالزيت، اريد يتقلب الزيت، شوفوا شلون يتقلى، يتقلى لحد ما يبدي يذب، يعني نقول كل الشخره مالته، كل الشيء نصح التعبير زفرته نتخلص منها، وبعدين نطي المي، هم راح تطلع عندنا مره ثانيه زفره. هنا نجيب ملعقه ثانيه نسوي بها الرز. هذا الرز عندي جاهز. طبعا انا ما كتبت اليوم لا كتبت الدجاج او لحم او اي شيء، على مود يظل حسب رغبتكم. هذا الرز هنا غاسلي. نحضر المي اللي عندنا هنا هي الرز. ما تخليه بعد، شوفوا معجون خلوه يسهى على راحته، لا تعلون النار عليه بالبداية لأن ممكن يلجع عندكم. نبدي هنا نضيف ملح شوية، نضيف ملعقة طعام السكر والفلفل الأسود. ما يصير شكل لا يصير وكلش طيب، جربوها يعني ويا المعجون. تحبون تخلون ماجي خلوا ماجي، خلوا ملح براحتكم. هسه شوي نعلي النار نشوف الرز مالتنا شنو اخباره. دائما قلت لكم سهول الرز، خلوه يسهى بشكل صحيح. يبدي لونه شوية يتغير، يصير أغمق شوية. أوكي شوفوا صار غامق شوية عندي المعجون. شو نسوي؟ مي. ممكن تحتاجوا له بعد مي، ممكن جدا، وممكن يظل يفور عندكم اعتيادي تركوه يفور بشكل صحيح. هذا طرشينا اللي سويناه قبل كم يوم، تشوفون اي ذره بياض مظاهره عندي بسبب اضافه زيت الزيتون. هنا طبعا هاي مال معدنوس، اسف. هنا اي ذره بياض مظاهره عندي ابدا، شوفوا من كل الجوانب ماكو عندي بياض هنا، لان هذا زيت الزيتون والملح كاتل هالموضوع كله. حبيت اشوفكم اياه، والثنين الجاي الاحد الجاي ان شاء الله نفتحه وناكل منه وندزلكم كل احد نص ربع خياره. يلا يكفي عمود نوزع. عافيه. اوكي
يا ريت تكونوا محضرين مقادير التبولة اللي اتفقنا عليها البارحة، وخلينا ناخذ مقاديرها ونرجع نشرح عنها ونبدي نشتغلها بين ما يخلص عندنا الصوص. هاي المقادير شوفوها، اختي العزيزه اللي البارحه اتصلت بينا ما اتذكر اسمها، قلت لكم كمبان او سحر ما اعرف، اللي هي طلبتها تلبيه رغبتها اليوم سويناها وحضرناها. ضيف الملح للرز، شكر انتهى موضوعه. انتهى عندنا الرز هنا. شلون نقول السهة بشكل صحيح، نجي بنفس المي الكاسة مالته ونفس المي مال النشا مالته وكل شيء، نخلي له بيه مي. هذا تم الباقي شوية مفرغه صح. عموما كلام معلومات حسابية، كل كيلو رز خام مثل هذا يطلع لنا كيلوين و 250 و 220 او 250 بالملي مطبوخ. اوكي، هاي اللي ابو المطعم او اللي يفكر يفتح له مشروع اليوم تمن ومرقه، يحسب انه الكيلو الرز الخام راح يطلع له كيلوين و 250 مطبوخ. يعني من يريد يجي يقسم لماعين، او اليوم انت عندك مثلا عزيمه تحسبين انه كل ماعون ايش قد ياخذ، ما راح ياخذ الماعون اكثر من 400 جرام مطبوخ او 500 جرام، راح تحسبين انه الكيلو طلع لك 5 ماعين، او اذا قللت شويه على 40 راح تطلع 6 ماعين او 5 ماعين 6، وراح تكون عندك بشكل صحيح وما تتوازين عليها وتكون حساباتك دقيقه جدا بهالمواضيع. طبعا تحياتنا لزميلنا مصطفى، المقبلات كلش طيبه كانت. اوكي تخبل كلش. هنا نبدي بالويسك نخلط. هنا نبدي نصفط، اريد اول شيء نصفط 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 بباذنجان هنا. الأخ العزيز أعتقد أبو كرار أو هيش يطلب من عندنا التبسي. هنا بعد أوكي. هنا نضيف كل المواد اللي عندنا هنا، ورا نضيف البوتيتا. اي عافيه، هنا نضيف البوتيتا كلها هنا، تصفيط طبعا، نقلاها. شوف ايش قد بيها زيت، ما نذف الزيت لا، وين شلون تقبل. بصل هذا، البصل هنا عندي، كذلك عندي الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر عموما ما احب اضيفه هوايه لان يضرب على المكونات كلها ولا يعوف لشيء واحده. اي طبعا المخرج سال سؤال يقول الدجاج ايش وقت راح تحطها؟ اعطينا مجال. لا هنا الدهن شويه، مو هوايه دهن. هنا نبدي نشيل هاي، بدنا نقول لكم عليها مثل الشخرة، هاي الشخرة أو الزفرة اللي راح تطلع عندنا. هاي ضروري إنه نشيلها دائما، سببنا في الطعم كلش مطيب بالمعجون، سببنا يشفى شي باللها دائما يتشلب. هنا نبدي نضيف
نص دجاجة، دجاجة نص كيلو لحم، كيلو. بس على هالجدر هذا ما ينفع انه نخلي دجاجة لان كبيرة راح تكون. هنخلي نص. قطعوها هيك شوية. يعني الفخذ قد سووه، انا مو كلش، انا مستوها بس مو كلش خالها انه تنهرس، اوكي؟ لان وراها بعد سلق وبعد تاخذ لون اريدها من الخليط اللي عندنا هنا. نغسل ايدنا. ونبدي هنا. نغسل التخت هم، لأن أنا قبل شوية استعملتها لما عديت جدر التبسي. وخر ملح، فلفل أسود على صفحة، القبغة هنا. هاي الدهن ليش شايفينه؟ طبعا مو هواية دهن والله، شوية هنا. هو التبسي ذا مو دهين، ذا مو مثل هذا مو قبول. نجي هنا، شفنا الطماطة الرايجة شوية، هنا شوية دائما نشوف الطماطة الرايجة هاي، لا تذبوها لأن ما راح تضر عندنا نهائيا. أجي أصفط هنا الطماطة فوق الدجاج. دجاج قلت لكم او لحم او شنو يعجبكم خلوه، اوكي؟ يعني ليش خلينا نحكي هسه؟ ليش انا اسميه هسه محل؟ نبدي هنا، شوفوا شويه بعد عندنا الصاعده اللي فوق بعد هيك شوفوها، هاي ضروري انه دائما انه نشيلها منا، المعجون دائما نشيلها. خلص هنا هنا اللي بقى هذا خو ما نعوف المعجون، لا فول. شفتوا؟ شوفوا شلون صار. نا خليه على النار، خلي القبغ بالشكل هذا. نبدي هسه شو نسوي؟ نسوي نبدي نجهز التبوله. ناخذ مقاديرها، مع العلم احنا قبل فتره سويناها بس حسب الطلبات اللي وصلتنا. اوكي، ها مقادير التبوله بالجو، شوفوها. هنا نجمعهن كل المعدنوس اللي عندنا، نجي هنا ننفضهم اذا اكو زياده، دائما تطلع
حضر كاسة مي يمنا ضروري جدا. هذا المعدنوس نبدي هنا نجمعهم كلهم، نلفهم لفتين او ثلاث لفات هيجي لحد ما ينحصرون كلهم بهالشكل هذا. شلون؟ اوكي. هنا نبدي شوفوا لي التقطيع، انتبهوا عليه. لا لا اقصد شوفوا التقطيع انه مره واحده مو مرتين، ضروري جدا. التبولة لما تشوفونها يعني تشوفوها عفوا بدت الصوفر او بدت يعني مو صفر، لا صفر يعني تصير صفرة يعني بالضبط، تصير مثرومة قاطين او خالي لها زيت هواية، ولهذا احنا ما نتبلها الا حين الطلب. نرجع نجمع الشكل هذا. ما بالشكل هذا. الشكل هذا. اثرمهم. راح اقول لكم اياها هاني. طبعا اخشى اني على الخشب اللي دائما من نجيبه نسوي بيه اطباق، اكو مناطق هناك موجوده بالدورين، موجوده بغيرها بالعلاوي، هاي موجوده الاطباق هناك. لا هناك الخشب موجود، تقدرون تاخذوه من النجارين تقدر تسوي بيه انه الاطباق الخشب للمي، للمي راسا منه للمي تخلوه. نرجع نغسل التخت، اخاف اكو رمول، مع العلم قلنا مغسول احنا المعدنوس، غسل كل الزين. طبعا ما نتهاون بموضوع الخضروات، نعرف الخضروات دائما يعني الخضروات ما تنمو عموما، خضروات مو مثل الطماطه او يعني اللي يعرف اللي شاف الزرع يعرف لها، مو مثل النباتات اللي تنمو شويه مرتفعه عن الارض. هالخضروات تنمو ويا القاع، ممكن اجلكم الله ممكن مرور عفوا اي حيوان اجلكم الله او شيء ممكن اي مشكله يصير عليه، فدائما اهتموا بموضوع غسلها اهتمام تام. يعني ماكو اي تهاون بي نهائيا. غسلناها خليناها بالبيكربونات وشوية كلور ورجعنا هم خليناها هنا بالمي، راح تشوفون رمل راح يكون عندي فد شوية جوه. خلي احد السكينة هنا. طبعا بالنسبه لهاي الاطباق الخشب اللي سولفنا عليها، هاي اطباق نسويها كنا من يعني من جذوع الاشجار، ناخذها وشوي نخلي لها مواد خاصه بالنجارين اللي بعدين ما تسبب مشاكل بالاكل ويصير لها تمليس، وبعدين نقدر نشتغل بها كطبق. راح نشتغل هسه بالطماطه، شوفوا تقطيع كلش رفيع. نعم ترجع هاي، انتهينا منها، نجي نسندها شوية على الميز بدون ضغط قوي وبراس السكينة.
ليش؟ هنا راح نبدي نسحبها، لو سوينا هيك ممكن نسحب ونغير هذا الشكل اللي احنا نريده ثابت عمود، نرجع نفرها مرة ثانية ونثرمها بغير شكل. اوكي هذا الشكل نفرها هسه بالشكل هذا، هنا شوية ننزلها جوا يعني مو هيك واقفة كلش، نثبتها شوية أكثر. نبدي شوفون نرجع هنا شوفوا شلون صارت عندي. نرجع نسوي واحدة اللخ، دائما ناخذ الطماطه القويه، الطماطه القويه هاي شويه بيها زياده هنا. نرجع شوفوا هنا صارت اعرض شويه، نرجع نسويها، نرجع هنا هنا الاخر اخر مجال بيها هم نسويها بالهاي بالسكينه، نرجع هالشكل هذا براس السكينه، نرجع منها اذا راحت لي غادها نجمعهم مره ثانيه، نرجع فر يعني عاد تختلط الطماطايه، نبعد هنا عمود يختلط وياها هذا المثروم، دوسه شويه عمود اثبتها، ارجع نرجع هنا عافيه اي هنا هم ارجع نفس الشيء، وضع اليد هاي بشكل صحيح راح يقينا الجروح اولا، ثانيا راح يخلينا نضرم واحنا رافعين راسنا لفوق او نسولف او نباوع منا او نباوع منا ما عندنا كل مشكله. ليش؟ ليش؟ قلنا هذه الاصابع راح اعيد لكم اياها هاي وضروري كلش، هاي الاظافر اصبع بيأظفر وبي هنا مفصل، هذا المفصل 1 2 3 هذا لما انضميناه جوه، هذا لما صار جوه بعد وين ننجرح؟ هنا من السكينه تصعد وتنزل ما تجرح بعد، ماكو مكان تجرحها الا الى صعدناها فوق راح تضرب هنا، فلهذا دائما لما نثرم سكينتنا لي برا طالعه مو داخله لي جوه، دائما شوفونا من نثرم حتى من هيك سكينتنا تلاقون حلقها منا مايل الى الخارج. ليش؟ على مود نحافظ على ايدنا لو لا سامح الله صعدناها فوق العظم ما تضرب العظم عندي. اوكي خلينا نرجع ناخذ مقادير التبوله مره اخرى وراها نرجع نكمل. شكرا لك. اوكي الله بذكر الله تطمن القلوب. اوكي دائما يعني تشجيعات من المخرج اللي وياي، ودائما هنا شوفوا الميل هنا مال الطماطه ما احتاجه، ما احتاجه مي الطماطه، ارجع انظف التخته وانظف مكاني زين. دائما يا استاذنا الشيف استاذنا احرص انه ورا كل شيء ثرمه نظف الميز، اذا عفت الميز وما نظفته ورا كل شغل عندك راح تتكوم عندك الاوساخ والخيار والطماطه، وعلى غفله وتلقي في المقبلات طلعت هاي النهايه مال الطماطه للناس. ليش؟ لان انت لو مكمل وكافها راسا وذاب بالنفايات عندك يعني هسه هذا الميز ما راح يجيك الشيء اللي يدخل دخيل على شغلك ما موجود. اني ضروري اني هذا الشيء مريت بيه والنصائح كلها انطوني اياها، فضروري اني كذلك بدوري انقلها يا مو اني مبتكره. اللي مبتكره هو استاذي احمد مراد الشيف الاول بالعراق وبالدنيا كلها. استاذ اللي خرج اجيال موجود. مشكله الشيف احمد مراد يرفض الظهور بوسائل الاعلام جدا. كان استضافيته ولي الشرف، اللي الشرف انه استضافك يا استاذي.
راح نجي على البصلاية. بصلاية هنا مخليها متصلة، شوفوا هنا ما فاصلين، هذا الرأس اللي لازم البصلاية كلها، شرحنا عنها سابقا وعيد شرحها، خليته هنا موجود، شوفوا هذا لازم لي هنا كل البصلاية حاليا. نجي هنا بهالشكل هذا، اوكي، بعدين بالشكل العرضي نجيها، بعدين شوفوا مشلبة ماكو شيء يوقع منها، لان هذا لازمهم كلهم، واني ما موصل التقطيع نهاية البصلة. هاي نهاية، عوفوها اللي يبقى عندكم هنا بدون ما نسويه قاطين ونتعب البصلة، هذا اللي موجود شوفوه. أخير شيء هذا البصل اللي صار عندنا ويا الطماطة. انتهينا منه. خليني أرجع مرة. أوكي قلبي، نظفنا التختة ورجعنا بيها. شو نسوي؟ نجيب كاسة، عفوا آسف للصوت، كاسة ثانية نبدي نصفي المعدنوس، شوفوا بالإيد مو نديره بمصفي. شوفوا نشيل منه، دعمنا هنا شريطكم، ما دعمنا نلمهم، ما اريد بمصفي على مود الرمل اللي عندي جوه. شوفوا كمية الرمل اللي جوا، شوفوا الرمل اللي جوا والسواد والأشياء اللي مجهولة الهوية، ما نعرف شنو هذا. مهما غسلتوا الخضروات نقعوها بمي وشوية ملح، راح تخلصون من هالمواضيع وتكونون في غنى عنها، انه هي تسبب لنا مشاكل. ولو امهاتنا واهلنا عندهم خبرة بالرمل، اول ما اكيد قال لها جزز جوا سنوني. هذا اللي صار عندي، خليني انظف الميز. قبلها اني شو مسوي؟ اني مخلي البرغل، علمتكم عليه وعلموني قبلكم عليه، انه البرغل يتنقع اما خل ابيض اما عصير حامض على مود ياخذ حموضه هو من اساسه. اوكي شوفوا هنا اني خله بشويه حامض وشويه خل ابيض، شوفوا خلي هنا، خلينا البرغل، طماطه والبصل مو كلهم طبعا لان الكميه اللي عندنا، انا اقصد بالباقات، الباقات الكبار. اوكي شوية بصل بعد، هذا هو باقي نخليه قد شوية نثرمه. شوف تبسينه شنو موضوعه، شوفوا التبسي، بعد يراد له شغل.
طماطة واقفة بس هذا كامل عندنا. هذا ما ابي دهن ابد. شوفوا ولا ابي دهن ابد. هنا اوكي. هنا كمل عندنا موجود عندي صار شنو؟ طماطة والمعدنوس والبرغل والبصل وياه. فلفل اسود قلت لكم هم برا يخلوا له شيء يسموه بهار حلو. بهار حلو يعني الكبابه. على مود احنا ما نجي شلون نتمنطق او نتفلسف. كبابه يعني بهار حلو. كذلك لما تروح بالانجليزي تلقي علبه من اي نوعيات ماركات توابل موجوده مكتوب عليها اول سبايس. الناس تفكر انه هي اول سبايس معناها انه كل التوابل او كل البهارات. لا هي هم بس كبابه. اوكي؟ فعلى مود نعرف انه هذا سموه بهار حلو. كذلك تلقون علب بانواع نوعيات ما نريد نذكر اسمائها موجوده بالسوق مكتوب اول سبايس. راح تلقوها هي هم بس كبابه. اوكي؟ فعلى مود ليصير عندكم شلون نقول يصير عندكم فد ازدواجيه به. ملح. هنا الحامضايه شويه ندوسها بايدنا. ندوسها بالايد الثانيه الثالثه نحضرها. هم دول نقطعهم نقرنش بيهم. هاي النوميه ندوسها هيك. دائما اني افضل بالاكل اللي نسويه او نعده استخدام المواد الطبيعيه. ما تكون المواد يعني هو ممكن جدا جدا نستخدم الا مندوزي. لكن لما اليوم انه انا قادر انه استخدم العصير نومي حامض راح يكون اطيب وامن. انتهينا منه. زيت زيتون. زيت زيتون حين الاكل. اوكي لما تريدون تاكلون خلوا زيت الزيتون. الشكل هذا اصبحت جاهزة عندي وكاملة. هنا طبعا تمن على النار احنا ما ناسي. بس قلت لكم بمرور الوقت راح يكون عندكم وقت لكل شيء تعرفون انه هذا اجي اشوفه. هذا استوى هذا بعده. ممتع. ما خلي الطماطة هنا. هنا من قصيت هنا نخلي شوية النعناع. نضيف نضيف انه محامض. انه محامض ما يتقبل تنثرم والله. تروح لي غاد. خلي انه محامض هم هنا. خلي هنا. انتهى موضوعها.
باكر ان شاء الله بتسير رب العالمين نشتغل الكليتشة حسب الطلبات اللي وصلتنا، وراها نشتغل الكيك اللي بدون بيض، طلبات كثرت عليه هواية. حضر الأطباق اللي راح نصب بيها. أكيد نحضر أطباقنا وننظف الميز دائما ونمسحها للغراض، منعه في أي شيء من الغراض بدون ما نمسحها. اوكي خلنا ناخذ مقادير التبسي قبل ما نصبه ونشوفه. ما التبسي عندنا؟ اوكي هاي المقادير خاصه بالتبسي اللي عندنا، شوفوها. نبدي نصب مع التبسي. التبسي مع هذا الدجاج اللي عندنا. الدهن موجود، خليني هذا الدجاج طيب وياه. وقلنا مو كل العوائل قادرة اليوم تسوي اللحم، اوكي؟ فدائما نرتب وضعنا على اساس انه الكل الناس نطبخ لهم. يعني اليوم من اسوي شيء الناس ما قادرة تسوي اللحم، فنسوي الدجاج واطيب. هذا حيكون عندي الدجاج هنا، خليني اشوف الرز مالتي وش اخباره وشلونه. شوف الرز يوميا نفس الشكل ونفس القوام ونفس الانتاج مالتنا. شوفوا ما في يوم اختلف عندنا الرز، المي ثابت. قلت لكم يصعد المي فوقها تقريبا سنتيم واحد، اوكي سنتيم واحد يصعد عندي المي فوق الرز. شويه ماجي اذا حبيتوا، شويه بصل اللي يعجبكم ممكن تسووه انتو، يعني حسب الذوق اللي تريدوه انتو ضيفوا الاضافات. هنا نبدي الشكل هذا. اللي هذا الرز اللي عندنا، شوفوا
من أهم مقومات العمل الناجح بالمطبخ هو ديمومة الطعم. أوكي؟ أنا اليوم لما أجي أطبخ رز اليوم طيب باكر معجن وراها ما أدري إيش بيه، ضروري جدا تكون عند حضراتكم ديمومة الطعم. يعني اليوم أنا أجيت طبخت التبسي، أنطاني شيف عرفان مقاديره بهالشكل. جيت لما طبخت لقيت اني لو خليت شوية معجون ازيد راح القي الطعم اطيب، اعتيادي جدا. كلامي هو مو شريعة وشرعت على مود، او كلام غير شيف هو شريعة وشرعت انه يشتغلون بيها الناس. اوكي؟ فاليوم اعتيادي تشتغلون حسب ذوقكم وحسب رغبتكم، شنو اللي تشوفوه؟ عجبكم هيك؟ عجبكم غير شكل؟ عجبكم تضيفون اضافات؟ انتوا احرار بيها. ودائما قلت لكم اليوم طبخنا الرز، هل قد خليتي تمن؟ هل قد خليتي مي؟ اصبح ثابت، واظبي على نفس النوعيه اللي اشتغلتي بيها هالمره طلع عندك طيب. يعني انت جبتي نوعيه، نعرف العنبر ما يتحمل مي هوايه، نعرف التمن الرز البسمتي يحتاج لمي اكثر من العنبر. فاليوم لما جيت اشتغلتي خليتي هل قد مي هل قد رز، واضبع على نفس النوعية لا تغيريها اللي هي دائما موجودة بالأسواق، أي نوعية تريدين ما أحددش بنوعية. كذلك المي قيسي بدولكة، قيسي بجدرية، قيسي ببطل بيبسي فارغ، قيسي بأي شيء. جي تعاي يومية ذبي، راح تقومين ذبين تمن وديرين المي ومغمضة تروحين تنصين النار، تعرفين ورا نص ساعة ثلاثة أربع ساعة أصبح الأكل جاهز. هاي من أهم المواضيع اللي هي تعتبر من نجاح أم البيت، نجاح الشيف اللي هي ديمومة الطعم. أنا اليوم أجي أشتغل باكر اجي نفس الطعم وراها نفس الطعم، مو اليوم جيت خليت تمن وراها طلع معجن. تشوفون انه يوميا يتركم مرور الوقت يصبح عندكم الموضوع نظري. شوفوا التمن يصبح الموضوع نظري عندكم، تباعون خلاص على العين، هل قد خليته خلاص ما تبقون تدورون مقادير. ولهذا انجح الشيفات لما تجي تساله ما يقدر ينطي مقادير صحيحه، ما يقدر ينطي مقادير صحيحة 100%، بينما هذا ركفوع على جدري يطلع أطيب طبق بالدنيا. ولهذا ضروري دائما نستخدم الأوزان أو المعايير، بس يبقى النظري لما شوية تبدون أنا ضروري أنطي مقادير، وراها راح تبدون والله الشيف قال خلي ثلاثة معجون، لا راح أخلي أربعة، شو طلعت أطيب، خلي أربعة. أنا كلامي مو شريعة شرعت لازم تمشون عليها، بس القاعدة الزائد كالناقص صحيح عندنا، لكن احنا شوية شوية نبدي نوصل مباوع على الجدر نعرف ايش قد راح يراد لحم وايش قد، ومن ريحة التوابل يعني صدقوني اني التبسي من ريحته اعرفه بدا ياخذ لون او بعد ما ماخذ لون. اوكي خلاص وقتي. اوكي خلنا نرجع ناخذ مقادير التبسي ومقادير التبولة. اوكي ما تاخذ اتصالات اليوم، ما بقى عندنا وقت صح. اوكي تمن انت موضوع هذا التبسي هنا يعني نوبات احنا شلون نضربه سيليفون الومنيوم، هم مو غلط. انا من الناس اسوي دائما نجي نخلي الطماطه تستوي بالبخار، لكن الجدر اللي بيه قبغ محكم وراح يحصل البخار راح يستوي لي الطماطه. شوفوا الطماطه استوت انتهى موضوعها. يبدي يثخن من شنو؟ يثخن المي والمعجون من مكون الاساسي المعجون اللي هي يعني راح طماطه مكثفه وصايره، هو راح ينطي ثخن. من البوتيتا راح ينطي ثخن كلش طيب، راح يكون عندنا التبسي والحمد لله والشكر التبسي اللي اسويه انا مضروب به المثل. الناس تعترض على اضافه السكر، لا لازم اضيف سكر لان اني تعلمت الشرقي من امي الله يعطيها الصحه والعافيه ويطول بعمر امهاتكم يرحم الاموات منهم يا رب. كذلك تعلمت
من مطعم كلش كلش قديم كان عندنا يعني بمنطقة الكفاح ومنطقة الفضل، يعني كانت هالمناطق مطعم عنجر ما عنجر، دول المناطق المطاعم القديمة كانوا ناس قدماء يطبخون، بس مستحيل لحد اليوم نذوق مثل طبخهم وأكلهم. هالأكل الناس اللي ليش نقول نفس طعم البامية مال بيبيتي، ما حد يجيب طعم، عبالك بركة من الله كانت بيهم من يطبخون، وما أعرف شي كلش طيب. ختاما شكري وامتناني لكل الكادر اللي وياي، شكري وامتناني لحضراتكم لمتابعتكم البرنامج دائما، واعتذر على قلة الاتصالات، لكن رسالتي لازم اوصلها، مو دعاية او سوالف او حكي. تحياتي لكم، انتظروني باكر بكليتشة تمر على جوز على ترتيب، واكلوا التبسي في مال الله.